برج الجوزاء يوم الخميس لا تكن جارح في كلامك بل فوض بهدوء ودبلوماسية حرصا على توازن الأمور. يوم الجمعة تبحث عن بوليس التأمين وقد تخطط لموضوع مالي من مرحلة التقاعد أو الشيخوخة. حاول أن تقدم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة أيها الجوزاء. يوم السبت فترة إيجابية للأبحاث تحتل مكانة تليق بأحلامك وتسافر في رحلة أو تفرح لانفراج مسألة معينة. يوم الحد ترتفع معنوياتك بشكل كبير وتكون إيجابية من أكثر أيام الشهر حظا. يوم الاثنين تنشغل بحل مسألة طارئة تمالك أعصابك ولا تتهرب من مسؤوليات. يوم الثلاث لا تشوه سمعتك بل تمالك أعصابك وقدم أفضل ما لديك من مهارة وكفاءة. يوم الأربع زي النهاردة تكسر التنقلات وورشات العمل وتضطر لتقديم المساعدة إلى أحد الأصدقاء أو من يحيطون بك.